تقوق صابين شي فراش رقيق على داكشي انت بهاد النبادوره هادي الله يرحمنا بالمطر يا عزيز ويا غفار الشتا وارد ما هي الشتا مجيدة ما هي الشتا ضعيفة الله إلا ديك المجري خاطر خاطر جيب لي هنا حدا الحاج أنا لك لا انا عايش الليل حيدو ديك التلامات صبنوا كل شيء هذا النهار ان شاء الله دايما يطيح عليهم الشتاء صفا دايما يطيح عليهم الشتاء صفا عندهم قرون هاكك السلام عليكم مشاهدين ديالنا نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير المهم الفيديو اليوم معكم فيديو طبيعي ما الدار ديالنا نتمنى من الله تقبلوا علينا الشتا كطيح ما شاء الله شي جاو كيحمق هانتوما معنا ان شاء الله فيديو جديد الغريسه جات هي هذيك مع هذا الشتا الحمد لله حيت اخوتي هذا العام الشتا جات اخر دابا قول على شهر 5 يدخل باقي فيه غير شي نهار شهر 4 ومازال الشتا الحمد لله على كل حال كيلا بيوقع في لاقي الشتاء بيوقع في لاقي الشتاء ما صبش الماء الشتاء عاد رجع له تاع اللي يصاب ايوا ضروري عندنا شي من الجهه اللي لاقي دابا انا غير كنعمل واحد دوره الماء الشتاء كيلا بيعاود على الصبح يلا نشوفوا ماما الشتاء دي هاد الحوايج تصابنو عاود نفصلو القشوع ديالنا الوارية ها هي المنتوفة المنتوفة ياك جويرية جويرية عمو الحسين عطاه التحية عطي التحية لعمو الحسين قولو تحية لعمو حسين تحية لكل شي
أدحي. تشوف كل الجلاد كمان. أنا داكلهم. انا بديت دابا كنصافي ننزل فوق هذا الكرسي المعمر هنا تيو كيشير لي من هنايا ها انتم الخوت انا ساليت ديك الحصيره صبنتها حطيتها تم سيقت منين نتو الحز دلغيت ما باقيش صبنت الصبابط ها هما احسن ماكينات هما هادام كيصبنوا زعما الصبابط وديك الشيء اللي ما خصكم شي تتعدوا على ماكينه اخرى هذه كتصب لكم دابا جبرتوني على النشر هذا وغندخل انا نشرتم شوفوا اخرين ديك السلك دابا نزلوا هذا الا طاح هذا الشتاء عمارو مريم زايد فايكوت زيد وعبدو مشاو لي للسوق جابوا لنا الحلوى وجابوا لنا الزريعه جابوا لي داير العصير طار هذيك الدواء فين ماشي بها الطير طار هذيك الدواء عبدو جاب شي دواء للدجاج اخوتي مرضنا جات لي المعياده ديك الدواء اللي في القرعه خلطوا في الماء مزيان يعطيهم يشربوه باش ما يموتوش كاملين حتى واحد الدجاجه ما تدني قصد الدجاج هذه دابا يشربوه زعما هاد الدواء فعال كي اللي قال لي العطار العطار جبر عنده كلش نزل نمشي نجيب واحد الدجاجه المرادة قرطانه زاب جلال الله نمال في القراط راه سيدي تبيض لي ولا القراطي ايوا الزرع انا الزرع شو تابعين اختي خاصم انا الزرع على عيا هذا الكرياج ما بقاوش يدخلوا لي لهنا للزنقه كانوا كرفصوني صراحه هاك الزرع البركة حيلاش انا عطيتني هذيك المعطى ديالها فهذي ديالي ما جبت نمشي على النهار شباريت لا تلغى الغدا ونجيب هذا هو الجود ابريل طاح الشتاء عاود تجي القايلة طاح الشتاء عاود تجي القايلة شو قبسو القش
هذه الثومه ديال عمها كعام ورزقو. عيطه هي هذه كعام ورزقو يا لا يا جماعه غادي ما خلاوناش الدجاج غير قيول الدجاج كان بعض المتابعين يقولنا قيول الدجاج ما كلش ياكلوا الثومه ما ياكلوا الثومه يقولوا المتابعين لا لا كيفاش الدجاج اجي جي ضرب لي ندير لك شي جد بطيطات الجواريه انا كنكملوا اش كنكملوا نقلعوا الثومه بالفاس هلا عم تبارك الله من وكلوا الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي واسيا دجاج اخرين برقين والدجاج هذيك ماتت مرضس لا لا كيبقى مرضس يعني حنا مشينا مسافرين بصح مشينا مسافرين خرجنا خليناها تجينا كنا تجينا كنا 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 سرعة في هذه الغرفة وطاطاش جبت الكرافاس نمشي نغرسوها باقي الكرافس شو هادي شنو اسمه شنو اسمه لا لا هادي لينغاس لينغاس وهادي مزح شو هذا المزح هذا ما قاشي هالعام يعني باقة وقيلة ثلاث سنين ولا دابا عندها عامين باقة ما قاتش هذا وقت المزح دابا هذا وقت المزح معقول فينو هاو مينو هذا المزح هو الكرافس الحريري هذا وصيت عليه كان يخصي كني شكلاني هما الكرافس تقيت مليح ذا هذي ذا خاص خاص ما هو في القدام باش يتقطع في متابعين جو عنا متابعين صغارين جو يتلقوني يسعج عنا الطاق يوخ شو هي أهم حاجة وخمكو شي مشاهدات كبيرة حب الناس حب الناس ما يشترى ما يتبع هاتي كل بلاصة اللي هي قلعت فيها لا قلعت اسمه طيبية من اللي يكون صديع البصالة طاق البصالة يتبعه في السوق هاي وقت البصال الصراحة يجي وعرين ونفس الوقت الدجاج ما ياكلوها مشي كل ما كقوية كل ما بتلحق دغيا يتبعوا هيدا مش يتبعوا هذا من الوصاية وصيته بس جابني أنا الصراحة الكرافس عندي في الدم ضروري يكونوا موجودين تبقي القصبر المهم الخريصة بتجي لها حقها وطريقها ان شاء الله بها بيها
او دابا سهل ما شاء الله بدا عدلنا الغداء بدا عدلنا واحد الطنجره بلديه طنجره جبليه يا شنو قلت لها في الطنجره سلمان لا عندي قشر ما خصنيش ندي لا عادي الدجاج عندها من البارح مشرملين بالليمون لا ما مشرملينش زعما مخسورين بالليمون ليمون والنتي قولي عيا كزي لي تشرميلا هلا هو الرجال عنده مشرملي زعما هو الليمون هو الخال شوف مريم شنو قلت لي وهذه البطاطا اللي غرستها اللي خلعتها البارح من الغرسه ديالي عندي واحد الفكره واعره ان شاء الله غادي نشاركها معكم فديك دمي دابا تعرقت على مزيده الخضره كيما عرف اللي صغارين ضروري من الخضره الصحيه بسم الله شوفوا هاد اللحى عود تحلوه تمام مريم ماما هذيك اللي جاب ديك النهار كانت حلوه شوف حامرة من هنا شوية وصل حلوة شوية وصف احنا كما كان حلوة ولا ما ماشي مرة بس لي يا حلوة مهم الدلح يا غير مرين اعجبكم وانا عاولة ما كاش الحلوة والو مهم كاش الدلح حلوة ماشي ديك الحلاوة بحال النوبة اخرى ثلاثة اخرى شفت ثلاثة اخرى على حلاوة كبيرة عاشي طاف جاك وصافي ما يحلو عرفتي لاش قلت لها ماشي حلوه بزاف علاش تحتاج بغيتي شاهي الناس اللي يلا كفرة يتوحموا وعزاي دابا انا باقي نمشي على السوق وزايد ماشي لعب الكرة انا نتغدى بحتي ماريا عمي بغيتي نلعب معايا الكرة لا عجبني يا شيخ الباكورة فتحت دابا قام قاعدي بقع عظم لا طلعت عمي باغا نمشي للسوق انتي اجي بتغدى معي نتغدى شي بحدي كيف جا الغزال المهم قديت هنا واحد الكيك زيد عدلت لك الكيك هذا الطلب زيد بزاف د الحاجه الصراحه كيوقعوا ما كنشارك بشي معكم باش الفيديو ما يجيش طويل بحال عدلت الكيك ما شاركتها شي معكم بزاف د الحاجات ايوا هنا زيد غنقول لك في الصحراء حاجه هذا الحشام هذا الحشام زيد هذا الحشام يا هذا الحشام نوريها مشينا قالت لي ولا لا لقيت نوريها لا نوريها مشي حاول يا ماما حاول تيكي تيكي ورينا دابا ديك البسالة ديالها في الفيديو لا ورينا ديك البسالة اللي خايب هذا حشام ايه خذي في الدار ما يحشمش حمقني مع خوتو هذا هو السن اللي يكون صعيب فيه الواو كي صعب دابا نعدل الماء كيف يزدحني مع هذا الكيكه